جاء في الحديث الصحيح: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وأشد ما يوجد من الحر فإنه من نفس جهنم، وأشد ما يوجد من البرد فهو من زمهريرها، نسأل الله السلامة والعافية. والناس يذوقون الحر الشديد والبرد الشديد، لكن كما قال الله جل وعلا: هل من مدكر؟ ترد هذه الأمور إلى ظواهر طبيعية ويدرس، وعلى مستوى عال رؤساء دول يدرسون موضوع الاحتباس الحراري، وأن الحرارة في سنة 2050 قد تصل إلى مبلغ قد لا يطيقه الناس، لكنهم لا يذكرون ولا يعتبرون. وإذا علموا من هذه الدنيا شيئا فإنما علمهم في الظاهر، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. قد يقول قائل: كيف يعلمون ظاهر وهم عرفوا أسرار واخترعوا مخترعات أشياء قد يحار العقل فيها؟ نقول: نعم، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ولا يعرفون حقيقة الحياة الدنيا، لأنه لو علموا حقيقة الحياة الدنيا لآمنوا. والذي يعرف حقيقة الدنيا هو المسلم العامل المرضي لربه، هذا هو الذي يعلم حقيقة الحياة الدنيا. وإن لم يعلم ظاهرها، يعني لا يستطيع أن يخترع ولا يدرك كنه بعض المخترعات، لكنه يعرف حقيقة الدنيا لأنه مسلم يحقق الهدف الذي من أجله خلق. وهؤلاء أصحاب المخترعات وأصحاب التقنيات لا يعلمون من الدنيا إلا الظاهر، لأنه لو علموا حقيقة الدنيا لأسلموا، لقادهم ذلك إلى الإيمان.